أننا سعداء بهذا الملف الذي يمثل الدول العربية، ولكن أيضا ملف لبلد في بلد قد لا يكون مساحته متسعة جدا. لكن أعيد أن في الفيفا لدينا 208 اتحاد وطني، وهناك الكبير وهناك الصغير، واتحاد قطر لكرة القدم قام بعمل كبير جدا. إذن أنا أرحب بكم وأترك لكم المجال لتقديم ملفكم. أولا شكرا لكم على تقديمكم اللطيف لملف قطر، ونحن سعداء هنا. سيد الرئيس، الأمين العام، أسرة الفيفا، نشكركم على السماح لقطر بأن يكون لها هذه الفرصة التاريخية لتقديم ملف، ونحن لدينا ثقة كبيرة، وما نقدمه اليوم هو طلب فريد من نوعه تماما، ونحن سعداء أن يقدم بلد عربي أول مرة طلب استضافة. وهذا اليوم يوم تاريخي بالنسبة لنا أن نأتي إلى هنا ونقدم ملف. شكرا على قبولكم هنا، ونقدم لكم ملفا نحن فخورون به، وسيكون إرثا لأجيال قطر والشرق الأوسط. ومثلما شجعتم وعاملتم وحققتم تنظيم أفريقيا لكأس العالم، نعرف أن المنافسة تكون شديدة جدا، ونحن أن تشرفونا بأن تقرأوا كتابنا. شكرا. Now I'm addressing to the delegation. الآن أتوجه إلى الملف، ملف قطر. Thank you. لأشكرهم. Thank you for bidding for the 2022 World Cup. للتقدم إلى استضافة Thank you for كأس العالم 2022، وشكرا لمبادرتكم. Thank you for all what you have already done for football. شكرا لكل ما فعلتموه وتفعلونه very happy لكرة القدم، وأنا سعيد جدا لاستقبل هذا الوفد، وخاصة لرئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وليقول لكم كم أنا سعيد بتنظيم كأس العالم للشباب التي كانت تم تنظيمها بنجاح. كما أنا سعيد كما قلت بأن هناك طلبات أخرى، والقيادة والمبادرة لدولة قطر، وخاصة سمو الشيخ تميم، وهذا أيضا طبعا عنصر إيجابي، وكل سنفعل سيتم كل شيء حسب قوانين الفيفا وطرق تعاملها مع الملفات. وأود أن أقول أيضا إنها أول مرة بلد من الشرق الأوسط يتقدم لاستضافة كأس العالم. أتمنى لكم حظا سعيدا والنجاح، ولكن لستم أنتم وحدكم، أنتم في وضع And you know, football يعني تعرفون كرة القدم من الصعب أن تطلق ضربة البداية عندما يتعلق الأمر بقرار هام. لكن في نهاية المطاف في الثاني من ديسمبر هنا في زوريخ، عندما نصل إلى قرار بالنسبة ل 2018 22 ثم 2022، وسيكون هناك فائزان اثنان. ربما تكونون أنتم الفائز ب 22، لكن
the best win. أتمنى لكم أفضل الحظوظ. Thank you. We now organize a group picture, please. So we'll ask the delegation of Qatar to move closer to the center of the stage. And obviously, with the book. Thank you. Thank you. اللي خدم السيارة من ألمانيا لين زيورخ بالسيارة طلع صورنا بس هدول ترى عشان إذا انضرب ينضرب ياسر في السيارة